من جديد يعود اسم الستريمر السوري يمان نجار إلى التداول على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام السورية بطبيعة الأحوال، وذلك بعد سلسلة مقالب متواصلة لم يكف يمان عن تنفيذها بعدد كبير من أجهزة الأمن ومراكز الشرطة وغيرها من المؤسسات. يرى يمان نجار بحسب ما يتحدث في بثوثه شبه اليومية أن تلك الاتصالات التي يجريها ليس الهدف منها الإزعاج أو التسلية، وإن كانت التسلية هي جزء أساسي في القصة، وإنما الكشف عن هيكل الدولة المتهالك والذي يسقط بمجرد أن يتحدث شخص عبر الهاتف بلهجة معينة، ليخترق القانون وتسقط كل البروتوكولات الرسمية المعمول بها في مؤسسات الدولة. هذا ما شاهدناه عبر عدة مقالب سابقة أجراها الستريمر السوري يمان نجار، وإن كان أشهرها مقلب الممثل السوري أيمن رضا وما تم الكشف عنه بعد هذا المقلب وغيره، كمقلب المخبر أبو جمال والذي اضطر لمغادرة سوريا بعد كشف عمليات نقل أموال خارج سوريا عبره من قبل لواء يدعى لؤي معلم. أما سبب عودة اسم يمان للتداول من جديد على وسائل التواصل الاجتماعي فقد كان بسبب هذا العنصر في المخابرات الجوية والناشط منذ سنوات وهو معروف على وسائل التواصل الاجتماعي يدعى علي عاقل. هو صف ضابط متطوع في الجيش يخدم في المخابرات الجوية كما تخبرنا صفحته على فيسبوك. هذه هي صفحته على فيسبوك، يدعى علي علاوي عاقل، يضع بين قوسين علاوي، وفي المعلومات ها هنا يضع علي أنه يعمل في إدارة المخابرات الجوية في سوريا. له عشرات المقاطع المسجلة على صفحته ينشرها باستمرار، ينتقد المسؤولين، يهاجم المعارضين، يقدم وجهة نظر النظام الرسمية بدون مواربة أو تجميل. خرج علي عاقل هذه المرة وعينه على شخص واحد هو يمان نجار ليرسل له تهديدا يقول إنه إن لم يكف يمان عما يفعله فذلك سوف يؤدي إلى اعتقال كل شخص يحمل كنيته أو كنية نجار في سوريا. لاحقا قام علي عاقل بحذف الفيديو من صفحته. قبل رصد ردود الفعل على هذا الموضوع دعونا نتابع ما قاله علي في هذا الفيديو المحذوف ونعود. بونسوار أصدقائي، الفيسبوك متروش طرش واحد اسمه يمان. هذا أنا بلمحه بس أبك بسؤال على الفيديو تبعته لأنه فص نكرة. صارعين الدنيا فيه ما يدق أنه زود الدوز. المهم هذا بيعرفوا يقلوا يعني إذا بيضل هيك ما يقلل زوغ وبيزعج العالم بتعز علينا. أقسم بالله العظيم كل شيء بسوريا بيحمل كنيتك بيتوقف، مفهوم وعلان. والديك على الترباية، يلا سلامات الجماعة. رغم حذف علي لهذا الفيديو لاحقا إلا أنه انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن التهديد وصل ليمان الذي رد عليه ولكن بطريقته الخاصة هكذا. الرد كان عبارة عن مقلب قام به يمان بأحد أقسام الشرطة في حلب عندما ادعى أنه مواطن ويريد الإبلاغ عن يمان نجار بأنه دخل البلاد بطريقة غير شرعية، ومن ثم يعرف عن نفسه، أي يمان يعرف عن نفسه بأنه هو علي عاقل. نتابع. السلام عليكم. الله يعطيك العافية سيدي. أهلا سيدي، بس حبينا نقدم بلاغ ضروري، بلاغ مستعجل، أنتوا حضرتكم يعني بتهتموا بهذا الأمر. سيدي نحن هلا شفنا يمان نجار، شفناه بالشارع وقلنا نبلغ عليه لانه هو مطلوب وانتم عم تدوروا عليه. مين يمان؟ يمان نجار، ما بتعرفه سيدي؟ يمان نجار هذا تبع التيك توك، تبع بيعمل مقالب سيدي. هذا اللي بيعمل مقالب بالشرطة. ايوه بيعمل مقالب بالشرطة وبالامن. سيدي نحن شفناه وقلنا نبلغ عليه، انتم تتمشوه وتتصرفوا معه. هذا برات البلد هذا. إيه نحن لأنه بنعرف برات البلد، بس هلا شكله نزل يعني كل برا البلد عم بينزلوا سيدي. بقى إذا بدكم خبرتهم عالتوا وين هو عشان أنتوا تلقوا القبض عليه، لأنه هذا عم بخرب البلد وعم بخرب بسمعة البلد هذا من المواخذة. طيب لا لحظة يا ابني، نحن شفناه بسيف الدولة سيدي، شفناه بسيف الدولة. طيب
فهمت علي؟ نحن شفناه بسيف الدون هلا كان هو عم بتمشى وعم ياكل معه في ايه، كان في واحد معه معضل وله على طلعت، ما بعرف اذا هذا عم بيمشي معه بودي جارد. بس ما تكون ما تستشبه عليه يعني. ما بعرف سيدي، لا لا هو هو يعني انا بعرفه، انا ماني متابعه بس انا بعرفه يعني بعرف وشه. فهمت علي؟ لا هو هو. بلاش، شو اسمك؟ شو اسمك يا ابني؟ شو اسمك؟ انا اسمي علي. علي، علي شو؟ علي عاقل. علي عاقل سيدي، انا والله عاقل. والله العظيم. وشفناه وانا قلت اخبركم يعني انتوا عم بتدوروا عليه وعلى وقتك مشوا تخلوه يبطل المعالم مشان ما يبهدلنا يعني. فهمت علي؟ اعطينا العنوان بالضبط لانه انا في بيت النجار وخايف كمان يروح بيش. اه ما في مشكله، هلا نسيطر على الوضع. اعطينا العنوان بالضبط. العنوان سيف الدوله، مفرع البريد، عند مفرع البريد عند مدرسه احمد سعيد. هو واقف هيك على الزاوية، يعني هو كان ماشي هيك بالزاوية. صبر هلا وين راح سيدي؟ رح قوم سيتو ديروا بالكم. لمحته مع علي ولا انت علي؟ يا سيدي لا انا علي، انا مالي علاء، انا اصلا ما بتابعه، انا وماني مع اللي عم بيعمله يعني، وانا مع سيادة الرئيس ومع الدولة. بس انا قلت اخبركم لانه هذا ما بعرف يكون نازل بطريقة غير مشروعة، لانه هذا عم بيدوروا عليه. فداك يا ابني، فداك، ما في مشكلة، خلص نحن هلا نشوف الموضوع. الله يعطيك العافية يا سيدي، وعلى هو تخليه يبطل المعارف لأنه عيب عليه. إيه والله عيب عليه. الله يجزيك الخير ويحفظك للوطن سيدي. السلام عليكم. الله يعطيك العافية. الله، السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. كبس كبس يا حبيبي يا علي، كبس لكلك، كبس لك علي، كبس يا. بالعودة إلى علي عاقل، من هو علي عاقل؟ ربما لا يكون اسمه معروفا على نطاق واسع، لكن يمكن وصفه بصوت الحاضنة الشعبية المعبرة في مواقع التواصل الاجتماعي عن غضب البيئة الموالية للنظام من النظام نفسه. ولا يعني الغضب من قبل علي استياءه من قضايا خدمية مثل ملفات الكهرباء والإنترنت والمياه والتعليم، بل هو حالة أعمق وأعنف. الاسم الحقيقي لعاقل هو علي شاهين، ينشر منذ سنوات مقاطع فيديو له كجندي سوري يوثق يومياته وانتصاراته للنظام طبعا، فيما يتابعه عشرات الآلاف على صفحته الرسمية والشخصية. خدم في جيش النظام حتى شهر نيسان أبريل الماضي، علما أنه ابن المطرب الشعبي علاوي شاهين صاحب أغنية مجاريح الشهيرة. ينحدر من قرية عين الكروم بريف حما، خدم في جيش النظام ثم سرح ثم استدعي في العام 2012 للخدمة الاحتياطية، وشارك في معارك واقتحامات كثيرة ضمن قوى الدفاع الجوي، وقدم خدمات للنظام عبر زرع جواسيس داخل الفصائل كانوا يسربون له المعلومات بحسب قوله، مدعيا أنه ساهم في عودة نحو 500 شخص من تركيا إلى حضن الوطن، وذلك بالتنسيق مع المخابرات العسكرية والجوية، على الرغم من أنه لطالما هدد المعارضين وتوعدهم بالقتل والانتقام. إذا ما موتناك وحرقناك أما نطفشك من البلد، سبحان من سخر لنا فوهات مدافع الجيش السوري وما كنا لها مقرنين. إن لم تستحي فافعل ما شئت. هذا المثل بيزبط على مسؤولين الكهرباء. قديش دفعت له للمراقب؟ 12000. الله لا يكتر له خير. غبي، لا كتر الله خير. جولان ما طل... في عالم بتقول انه والله ما طلعت ولا طلقه. ما فينا نحن بقى نطلع ولا بطلقه، لانه في قرارات دوليه، في قرارات 242 و425 وقف اطلاق نار بالجولان. إذا بدك تخترقوا لهذا القرار بيعملوا عليك حلف بريطانيا وفرنسا، وهذا بيقولوا اخترقوا له وقت كنا بأنخي وجاسي. الجيش الحر قال نحن بدنا مصالحة، وقعدنا نحن وياهن وقال بدنا هاي لسان الجيش ساعدونا مشان لما حدا يمد إيده. في عالم بتعرف
بتمد ايدها عرزاق العالم، عرفت كيف؟ عملوا دوريات، صار لهم دوريات اني الي لاهل المناطق. ايه حواجز ما احلاها، وحواجز للجيش وحواجز لل واحد متزوج احتياط عنده مثلا ولد ولدين، هذول بدهم حليب نان واحد وحليب نان اثنين، شيء طبيعي يحمل الغسالة على ظهره من الطابق ال 23 ضلوا نقطه وحكوا بدها تضل العالم تعفن. وصرنا متوقين لادلب، وقريبا ان شاء الله بدنا نرفع العلم السوري في وسط ادلب.